هلا احنا تعرفنا خلال هذا الفصل على الانواع من الالكترونيك ديفايسز. اول نوع الكترونيك ديفايسز كان هو الديود، وتعرفنا على مجموعه من الابلكيشن المستعمل فيها الديود. يجينا لنوع متطور اكثر من الديود اللي هو البي جي تيز. احنا مين اللي استعملنا البي جي تيز في ابلكيشن اللي هو الاكتيف ريجن، يوم كان شغال عندنا از ان لينير امبليفاير. هلا له استخدامات اخرى البي جي تيز، له استخدامات اخرى مثلا اللوجيك جيت اللي انتم بتاخذوها ويستعمل فيها البي جي تيز في اون اوف ستيت ك تي تي ال فولتج ليفل. فاغلب الاند جيت والاور جيت اللي بتستعملوها في المختبر هي تي تي اللي بتكون تي تي ال ليفل، اغلبها اما موسفيت او ترانزستور بي جي تيز. كثير منهم انواعها بي جي تيز باي بولار جنكشن ترانزستور. كمان احنا بنستعمله في الباور الكترونكس في بعض الابلكيشن اللي فيها شويه هاي باور، لكن قل استعمالها في الاونه الاخيره بوجد بسبب تطور الموسفيت والانواع الاخرى من السيمي كوندكتورز اللي بتستعمل في الباور الكترونكس. بس في اللوجيك جيت في الباور الكترونكس بنستعمله از سويتش، يما بالساتوريشن حنعتبر السويتش اون او بيكون بالكت اوف والسويتش اوف. ما حيشتغل السويتش عندنا في الاكتيف ريجن هي اللينير امبليفاير. طبعا في بعض ابلكيشن غير لينير امبليفاير بيستعمل بي جي تيز از فاريبل ريزيستر، مثل في اللينير باور سبلاي تعمل بي جي تيز از فاريبل ريزيستر. النوع الثالث هنتعرف عليه من السيمي كوندكتورز خلال هذا الفصل اللي هو الفيلد افكت ترانزستور. هذا الفيلد افكت ترانزستور هم من اسم فيلد، بيعتمدوا على الالكتريكال فيلد الموجود بين الدرين والسورس، بين سوري الجيت والسورس، عشان يعملنا جنريشن لكرنت في السيمي كوندكتورز. لانواع الفيلد افكت ترانزستور هي انواع مختلفة، أنواع كثيرة. إحنا حنأخذ واحد منهم هو الميتال أوكسايد سيمي كوندكتر فيلد إفكت ترانزستور. هلا هذا الفيلد إفكت هو فيلد إفكت ترانزستور انضاف له على الجيت ميتال مع أوكسايد، عشان وهذا بيعمل لنا إيزوليشن بين الجيت والبادي تاع الفلتر، سوري الفت اللي مكون من الدرين والسورس. فبتكون الجيت عندنا معزولة عن من خلال الأوكسايد. هلا الموسفيت الكرنت الموجود داخل الموسفيت الموجود بين الدرين والسورس هنحكي عنهم، هو زي أول شيء الموسفيت هو زيه زي البي جي تيز فيلو 3 تيرمينالز، فيلو 3 تيرمينالز. هلا الكرنت كنترول بالالكتريكال فيلد ابلايد بيربنديكولار تو ذا بوث سيمي كوندكتور سيرفيسز. حنورجيكم كيف انه احنا هنعمل ابلاي ذا الكتريكال فيلد. هلا كم الالكتريكال فيلد الموجود بين ذا سيرفيسز اوف ذا سيمي كوندكتورز او في الموسفيت هو اللي بيتحكم لنا بالكرنت الموجود داخل الموسفيت. فالفولتج بين تو تيرمينال كنترولز ذا كرنت ثرو ذا ثيرد تيرمينال. الفولتج بين تو تيرمينالز هو بيعمل لك كنترول الفولتج على الثيرد تيرمينال. هذا زي هيك هيك هو يعني رسمه تقريبيه من السيمي كوندكتور اللي حيكون عندنا. هلا الجيت تيرمينالز حتكون هاي الجيت، بس خلينا يعني خلينا نورجيكم رسمتين عشان تكون الامور بالنسبه لكم تشبيهيه، وحنورجيكم كيف هو بتتم عمليه إنشاء الكرنت أو الجنريشن للكرنت في السيمي كوندكتورز بيزد على الفيلد إفكت. هلا هو أول شيء التكوين هذا تكوين مبسط عشان نشرح لكم كيف الفيلد عم بيشتغل. هذا مش موسفت لسه، إحنا ما وصلنا للموسفت. بس لو كان عندنا هذا الميتال أوكسايد، هذا ميتال، هذا الأزرق ميتال، ميتال مادة موصلة،
في عندنا أكسايد، هذا الأكسايد بيكون مادة عازلة إنسوليتر، هي الأكسايد. وبعد هيك حتيجي عندنا السيمي كوندكتر. السيمي كوندكتر هي أشباه موصلات حكينا عنها، إلى خصائص في الكوندكتيفيتي هي بتوين الكوندكتر زي الميتال وبتوين الإنسوليتر زي الأكسايد الموجود عندنا في هذا المثال. هلا اذا عملنا ابلايد للالكتريكال فيلد شو حيصير عندنا؟ هلا لو كان احنا عندنا سيمي كوندكتر بي تايب، لو كان السيمي كوندكتر بي تايب، شو يعني بي تايب؟ الماجوريتي كاريرز فيو هول، الماجوريتي كاريرز فيو هول، الموبيليتي احنا هون نسميه الموبيليتي كاريرز فيو هول، يعني فيو نمبر اوف هولز اكبر من نمبر اوف الكترونز الفري. طبعا هولز أكبر من number of free electrons. هو كيف بنشاء P-type؟ زي ما حكينا هنا عن طريق الدال، عملنا دوبينج بأكسبترز يأخذوا electrons فصار في عندنا free hall. الـ N-type تتذكر عملنا دوبينج بدونر مثل الفوسفور، درات فيها 5 electrons فيتبرعت، عمل donation في 1 electron صار في عندنا 1 free electrons. فلو إحنا يجينا على P-type semiconductor وعملنا apply the electrical field ب positive polarity من جهة الميتال والنيجاتيف polarity من جهة semiconductor، شو حيصير عندنا؟ هلا semiconductor والميتال في بيناتهم مادة عازلة insulator، almost حيشتغلوا زي الكابستر، almost حيشتغلوا زي الكابستر. فأنا حتجمع عندي شحنات positive على الميتال، بالمقابل هتتجمع الشحنات النيجاتيف على طرف السيمي كوندكتر. ليش؟ اول شيء في عندك فيلد الالكتريكال فيلد بهذا الاتجاه جاي، فالشحنات الموجبه هتتجمع على طرف البليت الميتال، والشحنات السالبه هتتجمع على بتتحرك باتجاه الماجنتيك يعني عكس اتجاه الماجنتيك فيلد، فبتتجمع على طرف الميتال. هذا حينشأ لي اسمه إشي إلكترون إنفيرجن لاير شانل، حتصير عندي شانل. يعني لو أجيت أنا هون في المنطقة هاي عملت أبلايد لإلكتريكال فيلد على المنطقة هاي وعلى المنطقة هاي، حنيجي كيف حيكون شكل الماسفت؟ حصير في عندي كارنت فلو، حصير في عندي كارنت فلو. فهذا عمل لي إشي إلكترون إنفيرجن لاير، جمع لي إلكترونز في السيمي كوندكترز قريبة من البليت من جهة الجيت هنسميها. هاي الإلكترونز اللي جمعوا عملوا زي الشانل زي القناة، كونهم إلكترونز اللي جمعوا حنسميه أن شانل. السيمي كوندكترز نوع بي تايب حيعمل لي أن شانل، ليش؟ انه جمعوا الكترونز. بالمقابل لو انا كان عندي ان تايب سيمي كوندكترز، يعني الموبيليتي كارير فيه الشحنات الزائده هاي الموبيليتي كارير حتكون هي فيها الكترونز، لو انا عملت ابلاي نيجاتيف بوزيتيف تشارج هتتجمع النيجاتيف تشارج على الميتال والبوزيتيف تشارج هتتجمع بالسيمي كوندكترز عند طرف الميتال، وهذا حيعمل لي هول انفيرجن لاير. هول انفيرجن لاير، لاير جمعت فيه الهولز فصار عندي هول انفيرجن لاير. هلا وجود الهولز في هاي الريجن حيعمل لي اشي حنسميه بي تايب شانل، عمل لي زي شانل في المنطقه هاي اسمها بي تايب. هلا ليتر اون حنورجيكم رسمه توضيحيه بسيطه للسيمي كوندكتر. مثلا في الان شانل في البي شانل سيمي كوندكتر حيكون في عندنا في المنطقة هاي من أصله بي تايب ريجن، في المنطقة هاي في عندنا بالأصل بي تايب ريجن. هلا بعدم وجود الإلكتريكال فيلد البي تايب والبي تايب في بيناتهم مسافة كبيرة من الأن تايب سيمي كوندكتر ما حيكونوا موصلين للإلكتريسيتي. هلا بوجود الإلكتريكال فيلد حتنشئ عندي هاي البي شانل، حيصير الهول إذا ما عملت عليه apply the electrical field حصير في عندي circulation للcurrent، طبعا من خلال السيركت اللي حتكون موجود عندنا. نفس الشيء حيكون في الـ N-type.
بيكون احنا سيمي كوندكتور نوعاً تايب نعمل عليه ابلاي ذا نيجاتيف بوزيتيف الكتريكال فيلد الكتريكال فولتج، هذا حيعمل لنا جينيريشن ل هول انفيرجن لاير، وبالتالي يعمل لنا جينيريشن ل بي شانل. في عندنا بي تايب سيمي كوندكتور ذا عملنا عليه ابلاي لفولتج بوزيتيف نيجاتيف، هذا حيجمع لنا الالكترونز عند الطرف الميتال طرف الاكسايد، وهذا حيسميه يكون اسمه الكترون انفيرجن لاير، وبالتالي بنسميه ان شانل، بنسميه ان شانل. كانهانس موسفيت هو بيكون شكله مور كومبليكيتد، هي رسمه توضيحيه بس هو يعني في الاصل بيكون يعني معقد اكثر من هيك. هلا كيف بيكون شكل الموسفيت كصوره تقريبيه ل الموسفيت؟ هذا ان شانل حيكون كونه ان شانل. شوف بكون انا نوع السيمي كوندكتر عندي اسمه بي، بكون نوع بي تايب. هلا كيف حيكون الانستراكشن تبعه؟ احنا في عندنا هذا الجيت، الجيت بكون موصول على الميتال، هذا ميتال اوكي. تحت الميتال شو حيكون في عندنا؟ اوكسايد انزوليتر، بعد الانزوليتر حيكون في عندنا الفي تايب اوكي. هلا وجود فيلد بتوين الفي جي اس والسبستريت وهالبادي تاع الموست حيعمل جنريشن للشانل. هلا حيكون في عندنا كمان تو تيرمينالز لهذا الموسفيت، هما الدرين والسورس. الدرين والسورس هذا الدرين بيكون فيه عليه ان تايب ماتيريال، هاي ان تايب. فين ان تايب؟ فيها 3 الكترونز، كمان الدرين حيكون عليه ان تايب. طبعا احنا الدرين والسورس، الدرين حتى مع الميتال الالكترود هو تبعه، يعني هلا حتى في الـ في الـ في البي جي تي ثم كنا نسمي الاميتر للسيمي كوندكتورز بلس السيمي كوندكتور بلس الـ بلس الكونتاكتر اللي عم ناخذ منه التيرمينالز تبعه. هون نفس الشيء، الجيت حتكون الانسوليتر الميتال مع الانسوليتر، هاي بنسميها الجيت. هلا بالنسبه للدرين والسورس هم حيكونوا الدوبينج ليفل الان تايب بلس الالكترود اللي هو بيكون ميتال، بيكون هذا الان تايب عليه ماده ميتال، هاي الميتال بتكون هي موصل، خلينا نحط ازرق، هاي بتكون ماده ميتال، هاي الميتال بتكون هي موصل مربوط مباشره مع الان تايب، فهذول مع بعض الاثنين حنسميهم الكترود، هذول الاثنين مع بعض حنسميهم سوري درين، واحد منهم حنسميه سورس، درين اند سورس اوكي. طبعا لو جينا رفلكتها في له رسمه، الرسمه تاعت الماسفت هي معقده اكثر من هيك، هي معقده اكثر من هيك. طبعا انيشال، خلينا نحكي قبل ما نعمل اناليسز لا او نحكي عن الماسفت، سواء كان ان شانل ولا بي شانل، الجيت عليها انسوليتر صح، فهو بوجود الابلايد الكتريكال فيلد حيعمل لي جينريشن لا انفيرجن لاير، بس كونه في انزوليتر الكرنت دائما الموجود عندي على الجيت ايكوال لزيرو، هاي من الاشياء اللي خلينا نحكي بتبسط الموسفت على البي جي تيز، انه البي جي تيز كان في عندنا اي بي، والاي بي هي كان ضروري في حساب الاي سي والاي اي. طبعا هلا احنا عندنا الاي جي هي ايكوال لزيرو، دائما الكرنت الداخل على الموسفت من الجيت ايكوال لزيرو. ليش؟ في عندنا انزوليتر، في عندنا انزوليتر، فالدي سي كرنت في الكرنت في الجيت هو زيرو، في عندنا انزوليتر، لما يكون في عندنا انسوليتر الكرنت معناته كم؟ زيرو. هلا اذا جينا عملنا ابلاي للالكتريكال فيلد شو حيصير عندنا؟ تعال شوف احنا في عندنا رسمه ولا ما في عندنا رسمه؟ اوكي خلينا انا اوضح لكم اياها في الرسم وبعدين نروح نعمل اناليسيس. لو جينا عملنا ابلاي للالكتريكال فيلد بين الدرين والسورس بوجود بوزيتيف نيجاتيف بولاريتي، هلا شو حيصير؟ حتتجمع عندنا البوزيتيف تشارج والنيجاتيف تشارج حتتجمع هون. طبعا اذا كانت قيمه الابلايد فولتج هذا في صغيره حتكون نمبر اوف الكترونز صغار،
فما بيكون في عندنا كوندكشن. حستل حتكون الشانل مش الانفيرجن لاير صغير ما عمل شانل، بس اذا زدنا الفولتج هذا حتصير انا في عندي انفيرجن لاير، بالتالي انا حصير في عندي هنا ان تايب، وهنا حيصير عندي شانل من الان تايب، هون عندي ان تايب، هون في عندي فري الكترونز، وهنا انا في عندي فري الكترونز. هلا لو عملنا ابلاي the positive voltage على الدرين، طبعا خلنا ناخذ بالنا يا اما جراند او خلنا ناخذ عن طريق ريزيستر، هي بتعمل كرنت ليميت هاي الريزيستر بس، او عن طريق حيصير في عندنا كرنت فلو، كرنت حيتحرك، حيكون الكرنت هو اصطلاحا باتجاه حركه الشحنات الموجود، الشحنات الموجود حتتحرك بهذا الاتجاه، فالكرنت حيكون بهذا الاتجاه، بس هي كالكترونز كتشارج حتتحرك باتجاه المجال المغناطيسي يعني. بس احنا ككرنت بناخذه اصطلاحا الاي حيكون بهذا الاتجاه، فحينشا عندي داخل الشانل والانفيرج لاير كرنت، ونفسه حيكون الدرين كرنت، ونفسه حيكون السورس كرنت. ليش؟ لانه الكرنت راح ينتقل من الدرين للسورس، الجيت الكرنت تبعها زيرو، الجيت الكرنت تبعها زيرو. هلا في كتير ابلكيشنز او في اغلب الموسفت شو بيعملوا هم، البادي هذا سبستريت بشبكوه مع السورس، بكون مشبوك مع السورس داخل السيمي كوندكتر. يعني انت بتشتري الموسفت ممكن تشتريه يكون له 4 تيرمينلز، واحد بكون البادي هو السبستريت، ولكن اغلب الموسفت الموجوده في السوق هي 3 تيرمينلز، بيكون البادي مشبوك مع السورس، البادي مشبوك مع السورس، فهيك احنا بنشع عنا الكارنت. خلينا نوضح لكم كيف الكاركترستيك حتكون للكارنت تاع الموسفت اللي موجود عندنا في الرسم هاي. اوكي، اول شيء احنا نحكي عن الريجن موجوده هون، هلا الاي جي هي دائما ايكوال زيرو، خلينا نحكي الاي جي هي ايكوال دائما زيرو. هلا في ريجن تكون قيمه الاي دي هي ايكوال زيرو، طبعا لما نحكي اي دي هي نفس الاي سورس، هاي الريجن بيكون لسه ما تشكلت عندي شانل، لسه ما تشكلت عندي شانل. متى هاي بتحدث؟ هاي بتحدث اذا كانت عندي الفي جي اس الفولتج بتوين الدرين والسورس هو اقل من صم ثريشولد فولتج اسمها في تي ان. هاي الفي تي ان حسب نوع الترانزستور. هلا في الفي جي تيز كنا نحكي اذا كانت الفي بي اي اقل من 0.7 ما في عندنا كاتوف بكون. شتي نفس الشيء اذا كانت انا عندي الفي جي اس اقل من الثريشولد فولتج في تي ان، اذا كان الفي جي اس اقل من الثريشولد فولتج الفي تي ان، بهاي الحاله حتكون عندنا قيمه الاي دي زيرو، هذا حنسميه كت اوف. هاي الفي تي ان هي ثريشولد فولتج، هي ثريشولد فولتج هو اقل فولتج لازم نعمل له ابلاي بين الجيت والسورس تيرمينال حتى يكون يعمل عندنا جينيريشن لانفيرجن لاير. هذا بيعتمد حسب نوع الترانزستور، يعني في الداتا شيت تاعت الموسفت حتكون عندنا قيمه الفي تي ان مثلا 1 فولت 1.3 فولت 0.9 فولت 0.8 فولت 0.7 فولت 2. something فولت. فمنجيب الموسفت ونقرا الداتا شيت تاعته، اذا كانت فنعمل ابلاي لفولتج، فبنحسب احنا بالسيركت كم قيمه الفي جي اس. اذا كان الفي جي اس اقل من الفي تي ان معناته انا شغال في الاوف، الاي دي حتكون قيمته زيرو، الاي دي حتكون قيمته زيرو. هلا بعد هيك اذا انا صار عندي قيمه الفي جي اس اكبر من الفي تي ان، اذا انا الفي جي اس اكبر من الفي تي ان الترانزستور صار شغال، صار عندي الاي دي اكبر من زيرو، اي دي اكبر من زيرو، بهاي الحاله انا عندي تو ريجن اوف اوبريشن.
في هاي الحالة أنا عندي two region of operation. واحدة حنسميها non-saturation region أو triode region، واحدة حنسميها saturation region. هلا شو حيصير إذا إحنا عملنا applied ل voltage VGS؟ إذا عملنا applied ل voltage V VGS أكبر من ال V TN، حتتشكل عندنا inversion layer. بس خلنا نمسح شوي من هون المنطقة هاي، حتتشكل عندنا inversion layer. هاي الانفيرجن لاير خلينا نحكي احنا عندنا قيمه ال خلينا نحكي ان احنا قيمه الفولتج هذا هو اعلى من الفي تي ان، بس بقل يعني اعلى من الفي تي ان. في بدايه المطاف حتتشكل عندنا هنا شانل، كميه قليله من الالكترونز زي هيك. هلا لو اجينا حسبنا كمان معها ال VDS، ال VDS هو المسؤول عن حركة الإلكت الشارج البوزيتيف في هذا الاتجاه، صح؟ هو المسؤول عن وجود الكارنت، المسؤول عن وجود الكارنت. قيمة الكارنت بتعتمد على قيمة ال VDS. هلا إذا كانت قيمة الـ VDS بعدها صغيرة، هاي الشانل حتكون فيها الكارنت بيعتمد على قيمة الـ VDS. الكارنت الموجود عندنا داخل الشانل بيعتمد على قيمة الـ VDS. ليش؟ هو عندنا زي الريزيستيف هون، هي بتكون زي الأوميك ريجن. إذا كانت الـ VDS صغيرة، الكارنت الموجود بين الدرين والسورس بيعتمد على قيمة الـ VDS. كل ما زدنا الـ VDS حتزيد الـ number of electrons اللي عم تتحرك، صح؟ مش هيك؟ ف في المنطقه الاولى من الكيرف يعني لما تكون عندنا قيمه الفي دي اس نوعا ما صغيره، هاي المناطق الفاصله، في هاي المناطق حتكون الكرنت هو بيعتمد على قيمه الفي دي اس، بنسميها ترايد ريجن او نون ساتوريشن ريجن. بعد هيك اذا انا زدت الفي جي اس، سوري، اذا انا زدت الفي دي اس، إذا أنا زدت الـ VDS، لا ننسى إنه أوكي أنا عندي النمبر أوف الإلكترونز اللي عم تتحرك بيعتمد على قيمة الـ VDS، بس بصل لمرحلة إنه أنا النمبر أوف الإلكترونز الموجودة عندي في الإنفيرجر لاير هي قليلة، فصرت أنا أحكي عن ساتوريشن. الفولتج الموجود عندي داخل السورس بطلب مور إلكترونز حتى الفولتج ديفرنس بين الـ VDS، قادر انه يحرك عدد الكترونز اكبر من الالكترونز الموجود عندنا داخل الانفيرجن لاير، بس نتيجه وجود ليميتد نمبر اوف الكترونز في الانفيرجن لاير اللي كانت حيصير له ساتوريشن، ما حتتحرك عندي اكثر من هيك شحنات داخل الشانل، فبصير انا عندي ليميتيشن بالنمبر اوف تشارج اللي عم تتحرك داخل كانت، بصير انا عم بزيد الفي دي اس، النمبر اوف الكترونز اللي عم تتحرك داخل الشانل ما عم بتزيد، فهون احنا بننتقل للساتوريشن ريجن، منطقه الكرنت فيها عم يثبت. يعني انا بزيد في الفي دي اس بس الكرنت ما عم بزيد، انا بزيد في الفي دي اس كانت فيها عم بزيد. طبعا هو الكرنت بصير يعتمد على قيمه ايش؟ بيعتمد على الديفرنس بين الفي جي اس والفي تي ان، يعني بيعتمد على قيمه الفي جي اس. فبكون عندي بهاي الساتوريشن ريجن، في الساتوريشن ريجن الاي اوف دي حتكون فانكشن من الفي جي اس بس. طبعا الفي جي اس احنا دائما هي بتكون الفي جي اس ماينص الفي تي ان، بس الفي تي ان هي كونستانت، حسب نوع الموسفت. في الترايد ريجن المنطقة هاي هيكون الكرنت هو بيعتمد على ال VGS وبيعتمد كمان على قيمة ال VDS. طيب كيف أنا هعرف إنه الترانزستور شغال في الترايد ريجن ولا في الساتوريشن ريجن؟ القضية سهلة، حتكون عندنا كريتيكال بوينت
الكريتيكال بوينت تاع هي ال في دي اس ستات هي ايكوال ال في جي اس ماينس ال في تي ان. هي النقاط هاي اللي يبلش عندها المناطق الانتقاليه بين الساتوريشن والترايد ريجن. في الترايد ريجن حتكون عندنا قيمه ال في دي اس اقل في الترايد ريجن سوري في الترايد ريجن اللي هي المنطقه هاي حتكون عندنا قيمه ال في دي اس هي اقل من ال في دي اس. في الساتوريشن ريجن حتكون عندنا قيمه ال في دي اس اعلى من ال في دي اس ساد. يعني اول شيء انا بحسب ال في جي اس، هل ال في جي اس اعلى من ال في تي ان؟ معناته انا عندي الموسفت شغال. بعد هيك بشوف هل ال في دي اس اكبر من ال في جي اس ماينس ال في تي ان؟ اذا اكبر انا شغال في الساتوريشن، واذا اقل انا شغال في الترايد ريجن. هلا وين احنا بهمنا في ابلكيشنز طبعا يوم يكون شغال في الترايد ريجن، في ان ابلكيشن يوم يكون شغال في الساتوريشن. كامبليفاير كلينير امبليفاير اللي بهمنا في هذا الكورس حنشتغل في الساتوريشن ريجن. بضل علينا نعرف معادله الكرنت لكل ريجن. هلا في الكات اوف ال في جي اس اقل من ال في تي ام بيكون قيمه الكرنت ايكوال لزيرو. هلا في الترايد ريجن، الترايد ريجن هي النون ساتوريشن ريجن، ال في دي اس اكبر من ال في تي ام بس انا ستيل ال في دي اس صغيره عندي، هي اقل من ال في جي اس ماينس ال في تي ام. في هاي الحاله احنا بنكون شغالين في الترايد ريجن. الاي دي هي ايكوال لكونستانت مالتبلايد باي 2 في ال في جي اس ماينس ال في تي ام multiplied by ال VDS minus ال VDS square. هاي المعادلة هنحفظها. ال ID هي equal to Kn constant multiplied كل ال constant هذا multiplied by المعادلة الموجودة عندنا هي 2 في ال VGS minus ال VTN في ال VDS minus ال VDS square. VDS square. لاحظوا إنه بيعتمد على قيمة ال VGS. طبعاً هون لما نحكي ال VGS أو VGS minus VTN، ال VTN هي constant. فإحنا بنعتمد على ال VGS ونعتمد على قيمة ال VDS. لا في الساتوريشن ريجن متى هاي بتظهر الساتوريشن عندي؟ اول شيء لازم يكون الترانزستور شغال، يعني شو ال في دي اس اعلى من ال في تي ان، احنا مش بالكت اوف. ثاني شيء ال في دي اس كبيره نوعا ما، بس عندنا ال في دي اس اكبر من ال في جي اس ماينس ال في تي ان، فبهاي الحاله احنا بنكون شغالين في الساتوريشن ريجن. وهاي الحاله كانت عندنا قيمته حتكون الاي دي ايكوال لكي كونستانت كي ان في ال في جي اس ماينس ال في تي ان سكوير، بيعتمد بس على قيمة الـ VGS ما بيعتمد على قيمة الـ VDS، هو صار ثابت. طبعاً الـ KN هي الـ Transconduction Parameter أو الـ Conduction Parameter، قيمتها تعتمد على W الـ Width Channel و Mu N Constant هو الـ Mobility of Electrons in the Inversion Layer، C او اكس يعني الميو انا بتعتمد على الدوبينج ليفل، السي ونوع الماتيريال طبعا، سي او اكس هي الكاباستنس الناتج الموجود بين السيمي كوندكتور والميتال، صار عندنا ميتال مع سيمي كوندكتور بيناتهم انسوليتر فهو كاباستر، اوفر 2 مالتبلايد باي ال، ال هي اللينث للشانل. يعني خليني ارجع نورجيكم اياها في الرسمة. هذا length channel، ال width channel هو بالعمق، كم أنا عندي ال width channel okay. فهو بيعتمد يعني على ال width channel وال length channel. فبنهاية المطاف بيطلع لنا قيمة ال kn هي equal ل w في ال mu n في cox over 2l. هلا في عندنا ال kn prime هي ال process conduction parameter هي لميو ان في سي او اكس. هاي الكي ان برايم هي بس تعتمد على نوع الماتيريال، ما بتعتمد على الدايمنشن للماسفت، تعتمد على نوع الاوكسايد الموجود عندنا، نوع الميتال، وبتعتمد على سيمي كوندكترز والدوبنج للسيمي كوندكترز، نوع السيمي كوندكترز والسيمي كوندكترز، تعتمد على نوع الماتيريال. فهي الميو ان في سي او اكس هاي بنسميها كي ان برايم. اذا ضربناها في الدبليو على 2 ال
هاي صارت الميو ان اللي هي الموباليتي اوف الالكترونز، صارت تعتمد على الدايمنشن الويدث واللينكث للميتال اوكسايد. طب في البي تايب شو الفرق بين البي تايب والان تايب؟ الاختلاف في البي تايب والان تايب هو البولاريتي للفولتج والدايركشن للكارنت. البولاريتي للفولتج والدايركشن للكارنت. فالبولاريتي للفولتج احنا بحاجه بين الجيت والسورس. طبعا احنا زي ما حكينا لك في اغلب الاحيان بيكون السورس والجيت مشبوكين مع بعض، فاحنا بحاجه لفولتج بوزيتيف نيجاتيف بين الجيت والسورس بهذا البولاريتي نيجاتيف بوزيتيف طبعا بين الجيت والسورس. فعندنا هنا الدرين وهنا عندنا السورس. احنا بهاي الحاله اذا كان عندنا هنا جراوند بحاجه لنيجاتيف فولتج على الدرين، فيكون الاتجاه الكرنت هو باتجاه حركة الشحنات الموجبة، حيكون كرنت تيك اتجاهه بهذا الاتجاه. غير هيك يعني احنا عندنا الاي دي اتجاه الاي دي حتضل الاي دي قيمتها بوزيتيف، بس الدايركشن تبعها حيكون خارج من الدرين، بينما في الماسفت حتكون داخل في الدرين. في الان شانل داخل في الدرين، في البي شانل خارج من الدرين. الاي جي حتكون زيرو. البولاريتي للفولتج لازم يكون عندنا في اس جي البوزيتيف في اس جي. فحتصير احنا المعادله هي الاي دي حتضلها زي ما هي، قيمه اي دي حتكون بدلاله الفي اس جي والفي اس دي. فبصير عندنا ثري مود اوف اوبريشن. اول مود اوف اوبريشن هي الكت اوف ريجن. الكت اوف ريجن حيكون عندنا قيمه الفي اس جي اقل من ابسولوت فاليو للفي تي بي، حتكون الثريشولد فولت للفي تي بي هي نيجاتيف. الثريشولد فولت حتكون هي نيجاتيف. هناخذ الابسولوت فاليو عشان ما نخربط، يعني هنا حتكون عندنا هي ناقص مثلا واحد، فالفي اس جي لازم تكون اكبر من ناقص واحد، فصير احنا عندنا يعني يصير نخربط انه تاخذ الماينس 2 هي اكبر من ماينس واحد، لا يعني. فانا عشان هيك بناخذ الابسولوت فاليو، فبتكون عندنا قيمه الفي اس جي هي في البوزيتيف. الفي اس جي الفي اس جي في البوزيتيف فهي تكون اكبر من الابسولوت فاليو، لا لأن أخذنا بدل VGS أخذنا VSG، فالVSG حتكون أكبر من واحد. VTB هي ماينس، بس هنا نأخذ الأبسولوت فاليو، فبتكون عندنا قيمة VSG أقل من واحد، أقل من VTB، أقل من الأبسولوت فاليو للVT، بتكون عندنا بالكتوف الأيرك والزيرو. إذا كانت عندنا VSG أكبر من الأبسولوت فاليو للVTB، إحنا انتقلنا للأون، فصار عندنا إما هو في الترايود ريجين أو في الساتوريشن ريجين. فنيجي للفي اس دي. اذا الفي اس دي اقل من الفي اس دي ساتوريشن، الفي اس دي ساتوريشن كم حتكون هي؟ حتكون هي ايكوال للفي اس جي ماينس الفي تي بي، بس ناخذ الابسولوت فاليو للفي تي بي. بس الفكره انه حناخذ الابسولوت فاليو للفي تي بي، حتكون عندنا قيمه الفي اس دي. اذا كان اقل حيكون شغال في الترايود ريجن. الترايود ريجن بيكون فيها الكرنت ID equal to KP. طبعا دليل انه احنا عم نحكي عن P channel. KP multiplied by 2 في ال VSG minus absolute value ال VTB في ال VSD minus ال VSD square. الفكرة انه حناخذ positive polarity لل voltage. VSG positive polarity. ال VTB ناخذ ال absolute value عشان تكون هي بال positive. طبعا اذا زدنا ال VSD حتصير عندنا قيمة الـ VSD هي أكبر من الـ VSG minus الـ VTB absolute value الـ VTB. فبهاي الحالة إحنا حننتقل لـ saturation region. في الـ saturation region حتكون قيمة الـ ID هي بتعتمد بس على الـ KP، تعتمد على الـ VSG، حتكون KP multiplied في الـ VSG minus absolute value للـ VTB square. معادلات الـ P-type والـ N-type هما الـ N-channel والـ P-channel هي نفسها. الاختلاف في البولاريتي للفولتج والدايركشن للكرنت والدايركشن للكرنت. الكي بي هي الهول موبيليتي، هتكون هي ايكوال للدبليو في الميو بي في السي او اكس اوفر 2 في ال، بتعتمد على الويدث وعلى اللينث، بتعتمد على الميو وبتعتمد على السي او اكس. الكي براين هي البروسيس كوندكشن، هتكون هي ايكوال للميو بي في السي او اكس. الميو بي في السي او اكس هي الموباليتي للهول صارت عندنا. احنا تعرفنا على المعادلات حنستعملها للموسفت سواء كان شغال في
الترايد ريجن وانا شغال في الساتوريشن ريجن في الكات اوف والكرت ايكوال لزيرو. تعلمنا كيف نحدد هو شغال في اي ريجن كموسفت. الان ننتقل للسيركت سيمبل للموسفت. الموسفت فيه له اكثر من سيمبل، واحد من السيمبلز بيكون زي هيك. طبعا هذا الان شانل، الان شانل حنميزه عن طريق السهم. اوكي، فلاحظوا شوي في اختلاف بين تو سيمبلز عشان ما يصير عندكم يعني نوع من ال الغلط، خلينا نحكي. اوكي، هلا الموسفت في له تو سامبلز، السامبلز الاول زي هيك بكون، وفي له مقطع زي هيك توت مقطع ورايح من الدرين على السورس، وهذا القيت طبعا بحطوا عليه ايزوليشن بفصلوه الاي جي لانه زيرو. الفي جي اس يتحكم بقيمه الكرنت الموجود هنا في الاي دي، اذا كان في الساتوريشن، اذا كان في التريد ريجن كان بيعتمد على قيمه الفي دي اس. في سامبل هذا بحكي لك هذا البادي بكون عليه سهم زي هيك، هذا السهم الدايركشن للسهم هذا الموجود عندنا هو حدد لنا انه احنا عندنا اند شانل. طبعا في بعض الاحيان هذا البدي مش بيكون مع السورس، بصير شكله زي هيك، فوجود هذا الشكل بيحكي لنا وكانه الكانت هو خارج من السورس. فهذا هو الان تايب شانل. هلا في نوع ثاني برسموه زي هيك سيمبل، برسموه زي هيك سورس مع السورس مع الجيت. كيف حيميزوا الدايركشن؟ كانت حيدخل من الجيت ويخرج من السورس، هو خارج من السورس. فهنا هذول تو سيمبلز متشابهين، اثنين لان تايب، اثنين كانت فيهم خارج من السورس، واحد حطوا السهم على البادي، واحد حطوا السهم على السورس، واحد حطوا السهم على البادي، واحد حطوا السهم على السورس. فهذول ان شانل، هو الدايركشن اللي كانت تحدد لنا انهم ان شانل. اوكي، هلا الاي جي هي دائما زيرو. هلا البي شانل بس انتبهوا مو عكسوا شكل الترانزستور عشان يحكوا انه احنا عندنا البوزيتيف باص هو اللي حيكون على الصاص والنيجاتيف باص هو اللي حيكون على الدرين. فحيكون شكل الماسك بهذا الاتجاه، ماسبت سورس مع خط مقطع وبعدين بنرجع على الدرين. الجيت حتكون ايزوليتد. هلا عندنا كمان سهم رايح للبادي. هلا في البي شانل الكرنت هو داخل من السورس. فرسموا زي هيك انه الكرنت عم يدخل في السورس، فرسموا هذا السهم. طبعا زي ما حكينا لكم بعض احيان بالبادي بيوصلوه مع السورس بشكله زي هيك. فهذا السهم الموجود عندنا زي هيك معناته احنا عندنا خارج من السورس، معناته هذا بيكون داخل في السورس، فهذا بنسميه بي شانل. السيمبل الثاني اللي بيكون زي هيك، عندنا سورس مع خط مستقيم وبعدين بيجينا الدرين. الجيت حتكون ايزوليتد. طبعا السهم انه الكرنت داخل من السورس يعني انه احنا عندنا بي شانل. واضح كيف نميز؟ طبعا شو الاختلاف بين البي شانل والان شانل؟ هيهم الاثنين، الاختلاف هو الدايركشن للكرنت والبولاريتي للفولتج بس. طبعا هذا السهم هو اللي حدد لنا انه احنا عندنا بي شانل، وهون هو اللي حدد لنا انه عندنا احنا ان شانل. اخر موضوع حنحكي عنه بس احنا ما حندخله في عمليه حسابنا في هذا الكورس، هو الشانل لينث موديليشن. هلا يوم اجوا اكسبيرمنتالي بلشوها في اكسبيرمنتالي، احنا حكينا انه الترانزستور يا بكون اوف يا بكون اون، فعلاقه بين اذا كان هو اون فحيكون الكرنت شكله زي هيك في التريد ريجن عم بيزيد بيعتمد على قيمه الفي جي اس، بعد هيك حيثبت الكرنت الموجود عندنا بيبطل يعتمد على قيمة الـ VDS. هيك كان عندنا theoretically. هلا يوم اجوا رسموا العلاقة experimentally between الكرنت وجدوا الـ ID
وجدوا انه في منطقه الفي دي اس اعلى من الفي جي اعلى من الساتوريشن ريجن اللي هي اعلى من المنطقه هاي. على هيك احنا عندنا ترايود وهيك احنا عندنا ساتوريشن. هي هون الفي دي اس وجدوا انه الكرنت عم بيزيد مع الفي دي اس في سلوب عم بيزيد مع الفي دي اس في سلوب بيعتمد على قيمه الفي دي اس. وهذا اللي احنا هنسميه channel length modulation. ويوم اخذوا امتداد هاي الخطوط المستقيمه وجدوها كلها تلتقي في نقطه واحده في النيجاتيف وعن شوي بعيد الفولتج تبعها يمكن ماينس 50 ماينس 100 هي ال VA. فالماينس ال VA هي ايكوال لشيء بنسميه 1 اوفر لامدا اللي هو channel modulation او channel length modulation. فصارت في الساتوريشن ريجن قيمه الكرنت تعتمد على قيمه ال VDS. صارت عندنا المعادلة هي Kn في الـ VGS minus الـ VTn square multiplied by 1 plus اللمدة في الـ VDS. احنا بهذا الكورس ما حندخل الـ channel link modulation بس ممكن في المختبر تظهر معكم هاي الأرقام انه قيمة الـ VDS مش ثابت قيمة الـ ID مش ثابت مع الـ VDS عم تتغير شوي. طبعا في الـ AC هيكون تأثيرها اذا اشتقينا الـ ID هتطلع عندنا قيمة 1 over RO هي إيكولا الدي آي دي باي دي في دي اس. بيطلع لنا قيمة الـ RO هي إيكولا الـ VA over الـ ID Q. هيكون عندنا بتوين الـ Drain والـ Source في عندنا ريزيستر بقيمة الـ RO. كمان أنا ما حدخلها معكم في الحساب بس في بعض أنواع من الـ Amplifiers هي بتعتمد على وجود الـ RO. هي اللي تعتمد على وجود الـ RO حتى تعمل هي تشتغل كـ Amplifier. بس أنا في هذا الكورس ما حدخلها معكم. طبعاً هيك بكون إحنا خلصنا الستركتشر للموسفت. المحاضرة القادمة رح ننتقل نعمل دي سي أناليسز للموسفت. نخط شركة فيها موسفت شوف كيف هنعملها دي سي أناليسز قبل ما ننتقل للأي سي أناليسز والأمبليفاير في الموسفت. حدا عنده أي سؤال أو استفسار عن الستركتشر للموسفت وعن المعادلات تعاوت الموسفت؟ عرفت شو احنا بدنا نعرف من المعادلات تعاوت الموسفت؟ هي معادلة الكرنت اذا كنا شغالين في الساتوريشن او في الترايد ريجن. الكريتيكال بوينت الكريتيكال بوينت اللي احنا الكريتيكال بوينت اللي بتوين او بتوين الثري مود اوف اوبريشن. يعني احنا عندنا الكت اوف يوم تكون عندنا قيمه الفي جي اس اقل من الفي تي بي اقل من الفي تي ان سوري او اقل من الابسولوت فاليو للفي تي بي. حتكون عندنا قيمه ال هاي اذا كان هو كات اوف. هلا اذا كان عندنا قيمه الفي جي اس اكبر من الفي تي ان او اكبر من الابسولوت الفي اس جي اكبر من الابسولوت فاليو للفي تي بي حيكون شغالين احنا في الار ريجن. حننتقل اما حنكون في ترايد او في ساتوريشن. حنميزها اذا كانت عندنا قيمه الفي دي اس اقل الـ VGS minus الـ VTN هتكون تريود وإذا أعلى هتكون ساتوريشن. حنميزها في الـ P channel إذا كانت عندنا قيمة الـ VSD أعلى من الـ VSG minus الـ absolute value للـ VTB في ساتوريشن وإذا كانت أقل هتكون عندنا في الـ تريود region. بلس نحفظ المعادلتين. طبعاً الـ N-type والـ V-type ما في اختلاف في المعادلة. الاختلاف فيها بس بالـ polarity للـ voltage. Polarity للـ voltage. حدا عنده أي سؤال أو استفسار؟ هيك احنا نكون خلصنا محاضرتنا لليوم. الله يعطيكم العافية.